اهلا بك سي حسن. مرحبا بك اختي سنة. تبارك الله عليك. بداية نحييك جميعا على هذا التصرف اللي كيقول انه الدنيا باقة بخير الحمد لله. رد الأمانة إلى أهلها، هكذا فعلت. حكي لنا شنو وقع وكيفاش تصرفتي منذ الوهلة الأولى فاش فتحتي الحقيبة ولقيتي 50 مليون. اش نقول لك اختي، انا كنت خدام بحال ديما كيما عادة، وغادي شدي الطريق ديال بن سرقة وغادي تجي تسكن، وبانت ليا الساكادو طايح جنب التيتوار، ومشيت ما هزيتوش في الاول، مشيت تدرت ديميتور ورجعت ليه. كانوا الناس غاديين، المهم ما انتبهوش للساك، وفاش نزلت حليت الساك بان ليا فيه الفلوس، طلعت الطوموبيل ديالي هي صارت الاجرة، ومشيت للدار خبرت الوالدة ديالي، قلت لها بان راه لقيت الفلوس. فاش خويت داك خويت الساك بان ليا طايحين الوراق ديال السيد كاملين، فيهم الوراق ديال الطوموبيل لاسورانس، المهم الوثائق ديالو كاملين والشيكات. وسولتني الوالده قالت لي ياك ما سرقتيهم، ياك ما لقى عندك شي واحد في الطاكسي، قلت لها لا لقيتهم. قالت لي خاص ترجع الامانه ديال مواليها، قالت لي ترجع الامانه ديال مواليها. فعلا داكشي اللي درت، خبرت الباترون ديالي مول الطاكسي بان اش كاين اش كاين، ما كانش هو حاضر في اكادير. طلعت ليه فجاء تلاقينا في العشيه، قال لي جوج حوايج، قال لي واش بيتي الحلال ولا الحرام، قلت لي طبيعه الحال انا بغيت الحلال. قال لي ترجع الامانه لمواليها. فعلا قلبنا على السيد، عيطنا ليه التليفون، مشينا عنده حتى للدار، وخبرنا بان المسائل ديالو راه كاينين كاملين. المهم رجعت فيه شويه ديال الثقه بان الطاكسيات راه فيهم الامان، والناس اللي نفس الحادثه كيقولوا راه بان الطاكسيات واخدين وعد. لا، حيت اصلا عندكم بيرمي دو كونفيونس، يعني اصلا كاين واحد الثقه ما بين صاحب التاكسي وسائق التاكسي والزبون. نعم الام، لانك اول شخص فكرتي فيه هي مشيتي عند ميمتك قلتي لها واش ناخذ هاد الفلوس ولا ما ناخذهمش. اكيد التوجيه ديال الام يعني يحيل على، قالت لك رجع الامانه للاهل ديالها. وملي ديتي الفلوس للسيد ورجعتي لي ديك 50 مليون، انا كنتخيل هذاك الشخص اللي ضاعت لي كيفاش غادي يكون. فاش ديتيها لي كيفاش تصرف؟ اش نقول لك اختي، بجوج بهم فرحان وكيبكي، جمعوا ليها بجوج، حيت قال لي واحد ما تصدقتش بانك لقيتي 50 مليون ورجعتيها. قلت لها ودي ما عرفت اش غيوقع لك في هذه الحاله هذه، قدرت تشلل، قدرت تصطا، قدرت تنتحر، دوك جوج حوايج فاش فكرت، ودوك الفلوس اللي خديتهم ما غاديش نرتاح. ما غاديش نرتاح فعلا، ما غاديش نرتاح. وفعلا داك الشيء اللي درت، والحمد لله فرحان بانني درت واحد سميتو الخير من عند الله، وقنعني الله اصلا ديما نقنع الحمد لله. والفلوس هو ماشي كلشي، هي كلشي، هي كلشي في الدنيا، بان التعامل ديال الانسان يكون زوين مع الناس بصراحه سي حسن. سي حسن، كاينه القناعه وكاين هذا التوجيه وكاينه التربيه في نهايه الامر، ولكن فاش بصراحه سي حسن فاش شفتي ديك 50 مليون ما تغريتيش شي شويه؟ اش غنقول لك، في الاول فاش حليتهم راه داك الشيء علاش فرحان انا، عطاني الله داكشي باقي كنفكروا مع راسي باش عطاني الله واحد القناعه، حيت ما الاول ما نكذبش عليك انا اصلا ما عمري شفت الفلوس داك المبلغ كبير. في الاول انا فاش حليت الصاك ما جاني شي غريب، المهم شي دهشره ولا تخلعت ولا امتى تهجرت شويه، فاش خويت الصاك في بيت النعاس ديالي ديك الساعه شفت الفلوس كثار بين لي، المهم حسيت بان فيها الخوف والفرحه. وفاش تزدت بزاف كاع في سميتو الدرونج، ما بان فاش الوراق ديال السيد فكرت بان هذاك الله اعلم واش غيوقع ليه شي حاجه ولا، المهم ما الضمير ديالي ما غاديش يرتاح. الضمير الله يكثر من تارك، حيت الله يكثر من تارك سي حسن.